إذن هذا هو الفريق ديال العمل من أجل المواجهة والحد من انتشار ديال هذا الفيروس ديال كورونا. جماعة الحوافات يعني مستعدة ومجندة من أجل الوقاية من انتشار ديال الوباء ديال كورونا. وهذا الفريق اللي غادي يهتم بالجانب ديال التنظيف اولا والجانب ديال التعقيم، وفي نفس الوقت النصائح الارشاديه هي غادي تبقى مسترسله بفيديوهات كل لحظه. الان هنا في الفيديو الرابع، وكل مره نبقاو ننزلوا فيديو اللي كنوجهوا فيه الساكنه وكنطلعوا على المستجدات ديال هذه العمليه ديال الوقايه من فيروس كورونا. عاد وما نسلموش حيدو السلامات، هذيك السلامات والبوسات داكشي كله حيدو هاد المده، لان حنا دخلنا للمرحله الثانيه. والبارح كيف ما كنشوفوا التصريح ديال السيد وزير الصحه تاكد اننا اصبحنا نتحدث الان ليس على حالات متواجده ولكن عن بؤر. الان دخلنا في المرحله الثانيه، هناك بؤر الان اللي كتبت التواجد ديال الانتشار ديال الفيروس، وبالتالي ان العدد غادي يبقى ينتشر ويكبر. والحل الوحيد للمواجهه لهذا الانتشار ديالو هو الحجر الصحي، نجلسوا في الديور ديالنا، واللي كيخرجوا تيكونوا هما جنود مجندين وراء صاحب الجلاله من اجل الوقايه والحمايه من الانتشار ديالو. ونغسلوا يدينا كيف ما قلنا 10 ديال الثواني بهذه الطريقه، هذه كنعاود ناكدها بهذه الطريقه، وكذلك الضفار، لان يقدر الفيروس يبقى في الضفار وتقيسو اما في نيفك ولا في فمك ولا في عينك وغادي يدخل. يعني بهذه الطريقه الماء والصابون تيغسل الطلق. ولكن هذا ربما نخليو المكلفه بالمركز الصحي ممرضة الاحلام هي اللي تزيد توضح اكثر النصائح الصحيه. اما حنا جدنا حنا كنقيو وكنقوموا بما هو واجب علينا القيام به مع هاد الرجال والجنود المواطنين المخلصين اللي واقفين مع الجماعه من اجل الحمايه والحد من الانتشار. ونخلي الناس يجيب الكلمه مع النصائح ديال السيده. شكرا سيدي رئيس الجماعه. السلام عليكم وتحيه للساكنه ديال جماعه الحوافات، تحيه للاخت تجنيه. اولا كيفما قال السيد رئيس الجماعه ولا بد من الوقايه، والوقايه خير من العلاج. وكيفما قال لكم ولا بد من غسل يدينا لمده 20 ثانيه بالماء والصابون فوق ما نقيسوا شي حاجه، بحال البيبان البوانيين بوجون سخون نجيبو شي صخره من الحانوت اولا من السوق، ولا بد من غسل يدينا على هذه الطريقه هذه بالماء والصابون، نغسلو مزيان نحطو الضفار ديالنا من هنا نعاودوهم هكا هكا، ما نساوش هاد الصبع هذا من هنايا، وملي نساليو ندوزو على هاد البلاصه هادي حتى هي حيت غالبا كنساوها، وعاد نغسلو يدينا. بالنسبه للاسطح ديال المنازل بحال في الكوزينه البوانيه ديال البيبان، القاع ديال الصباط ديالنا اللي كنخرجوا به للزنقه، هادو كاملين خصنا ضروري ما ننظفوهم بالماء وجافيل، ولا بد ما ناخذ واحد الكميه ديال الجافيل ونخلطوها مع واحد الكميه ديال الماء وعاد نغسلو بها هاد الاسطح هادو. وكنأكدوا عليكم عافاكم بقاو في ديوركم، ما تخليوش وليداتكم يخرجوا، لان هذه ماشي عطله، ما خصناش نسافروا، ما خصناش نخرجوا نتراو، ما خصناش نخرجوا نلعبوا في الزنقه. تبقاو في ديوركم، راجعوا الدروس ديالكم، لان خطر على الناس الكبار والدراري الصغار يخرجوا الزنقه، لان هما المناعه ديالهم قويه علينا. يقدر الدري يخرج ويتصاب بالفيروس ويعادي الام ولا الاب ولا الاخ الكبير ديالو، والدري الصغير ما غادي يطرى له والو ولكن الكبير غادي يتاثر. لهذا عافاكم شدوا ولادكم في الدار وما تخرجوش الا للضروره القصوى، بحال غادي للطبيب، غادي للخدمه اولا غادي للتسوق. من غير هذا الشيء من الاحسن ما تمشيو عند حتى شي واحد وما يجي عندكم حتى شي واحد، وتعاونوا معنا ودعيوا معنا. وشكرا بزاف. شكرا لك احلام، شكرا كبير. شكرا للاخوان، شكرا على الطاقم ديال، شكرا على الطاقم ديال التعقيم.
شكرا شكرا على الطاقم التقني ديال التعقيم، وغدا ان شاء الله الصباح نكونوا ثاني مجندين لهذا الوباء الخطير اللي لما جدنا شيء ولما كنا شيء وجمعنا يد في يد ما غندير. وكنشكروا السلطة المحلية ورئيس الجماعة المحلية وجميع المنتخبين وجميع العمل الجمعويين وجميع من التطوع في هذا النهار العصيب اللي خصنا نخرجوا منه ان شاء الله بحول الله. وكل التوفيق للوطن الحبيب هذا. شكرا.